تجميل الأسنان وصنع الابتسامة مفهوم واسع ومتعدد الطرق والأساليب، وهو يعتمد بالدرجة الأولى على مهارة الطبيب وأيضاً على وعي المريض. يعتمد نجاح تجميل الأسنان على عناصر أساسية هي معالجة المشكلة الوظيفية إن وجدت، وعدم تأثر النطق سلباً بهذه المعالجة، إضافة للجانب التجميلي الذي يكمل مقومات هذا الإجراء. محاكاة الأسنان طبيعياً أو ما يسمى بسكين كونسبت أسلوب تجميلي حديث يقوم على تغيير الأسنان شكلاً وحجماً بحيث تبدو وكأنها الأسنان الطبيعية للإنسان دون أن تؤثر على مخارج الحروف أو على مقاسات الفم والوجه الطبيعية. لكن هذه الطريقة تتجاوز الخط التقليدي المتعارف عليه في صناعة الابتسامات، إذ تقوم على بنك رقمي ومعلوماتي يضم أرشيفاً كاملاً من ابتسامات وأسنان حقيقية سبق أن تم مسحها ضوئياً وإعادة تشكيلها وحفظها للرجوع إليها عند الطلب، طريقة تحاكي المكتبة الرقمية التي يتم حفظ بيانات المرضى فيها للمستقبل وصيانة تاريخهم الطبي المتعلق بصحة الفم والأسنان. وعلى مدار أعوام وفرت التقنيات المطورة أساليب عملية تناسب معايير الجمال والحداثة المتعارف عليها يداً بيد مع الطبيب الفنان الذي يجب أن يتمتع بالمهارة الكافية والحس الإبداعي لإكمال مهمته في رسم الابتسامة الطبيعية دون المبالغة والتصنع في لون وشكل وحجم الأسنان. بالاستوديو مجددا ينضم الينا الدكتور أسامة علوي. صباح الخير دكتور. نتحدث اليوم عن هذا الاسلوب الجديد وهو سكين كونسبت على ما اعتقد. نتحدث ما هو بالضبط؟ بدايه بس خليني اقول لك، الضحكه هي جواز سفر اللي بندخل فيه على الاشخاص، اللي الباسبور اللي بتفتح لنا فيه كل الابواب عليها. قد ما كانت الضحكة حلوة قد ما كانت طبيعية. اليوم نحن صرنا عم نطلع على موضوع التجميل اختلفت شوي على النظرة القديمة، انه نحن نعمل شيء خليني اقول لك، هلا كنا عم نحكي شوي تحت الهواء على شيء اسمه هوليوود سمايل، اللي هي صراحة ما نوع علاج، يعني ما في شيء اسمه هوليوود سمايل علاج طبي. صار التراكم، الاشخاص عم يجوا دائما عم يسالونا على هذا الموضوع، هو كل شيء عم يكون احيانا مبالغ فيه شوي بدرجة بياض كتير قوية، أحيانا ما بتناسب حتى الشخص، ما بتناسب بشرته، ما بتناسب بياض عينه لحتى ينعمل شيء يفترض تجميل، حتى الشكل يعني. تمام. هلا الطريقة الجديدة أو النظرة الجديدة، اليوم صرنا نحن عم نطلع على معالم الوجه ككل وبنعمل تصميم للابتسامة، دخلت فكرة التصميم بالابتسامة. اليوم أنا هذا الشكل بهذا الشخص بهالمعالم الوجه، شو الضحكة الأمثل له؟ وبناء عليها، بناء على التصميم اللي اليوم بدخول الكمبيوتر وكل شيء برامج تصميم، صرنا عم نعمل ديزاين للضحكه، بنحط خطه علاج تتضمن بعض الحالات اجراءات بسيطه، وبعض الحالات تتضمن اجراءات بتناغم مع اخصائيات اختصاصات مختلفه. اللي كان لمرحله معينه، انه احنا كان في دائما تعاملنا مع فني الاسنان، لما بنقدر نوصل لشكل للاسنان لازم تكون نقدر نشتغل عليه. اليوم بهذا الكونسبت الجديد صار عندنا مكتبه للاسنان الطبيعيه اوريدي موجوده، على اساسها صارت هي اسنان طبيعيه لاسنان ناس موجودين، عم ناخذ لهم طبعات ونسيبها ونحطها بقلب هالمكتبه البرامج الكمبيوتر تبع التصميم. يوم وقت بعمل الديزاين للضحكه صار بقدر انا اعمل كوبي وبيست تماما لسن طبيعي، هل ممكن يكون سن موجود بمكتبتي او سن للمريض نفسه؟ يعني انا اذا المريض عنده مشكله بس احيانا باللون، او في عنده مشكله معينه بالاسنان، فانا بقدر احفظ شكل اسنانه قبل وبعد ما اعمل تعديلات تجميليه رجع نفس شكل اسنانه تماما بس بدرجه بياض مختلف. نعم دكتور، هل هنالك من خطوات معينه يجب ان يتبعها المريض قبل ان يخضع لهذا الكونسبت؟ تمام. هلا صراحه كل شيء تجميل مبني على وظيفه، يعني اليوم انا ما بقدر اعمل تجميل لمريض او لحاله صحيه فيها اشكاليه سنيه، بمعنى مشاكل اللثه، ما فيني اليوم اعمل تجميل لمريض عنده مشاكل لثويه لازم اعالج اللثه قبل، ما فيني اعمل تجميل والاسنان عليها تراكب او الاسنان مو بمواضعها الاساسيه. لهيك اليوم فكره التصميم للضحكه قبل هي اللي بتخلينا تقودنا شو الاجراءات العلاجيه، علاج اولا ومن ثم تجميل، وهذا اللي كثير بتختلط. احيانا الشخص بفكر انه التجميل هو شغله بسيطه بدنا نشتغلها، لا هي علم، هي فن مثل ما تفضلتوا، بس لازم تبلش تماما. طبعا هناك مجالات اخرى يتم التعاون معها قبل البدء بهذا الكونسبت، ما هي يعني هذه المجالات؟ هل هو طب التقويم ام هو فقط علاج اللثه وعلاج الاسنان ام ماذا؟ 100%. اذا اليوم نحن بدنا نحكي على الضحكه، فالضحكه انا بشبهها مثل مسرحيه، ستاره المسرحيه هي الشفايف والممثلين هن الاسنان، وفي دور ايضا للثه. فهالمقومات الثلاثه
هي اللي بتخلينا نحن نحدد معايير الابتسامة. بعض الإجراءات اللي هي لثوية وسنية بيكون فيها طبيب الأسنان باختصاصات مختلفة، بس المحيط للضحكة الأطباء بشريين، يعني في حالات معينة كتير في تعاون بيصير مع أطباء أخصائيين تجميل ببعض التعديلات على الشفايف، في بعض التعديلات بنقترح نحن كيف لازم يكون إذا كان المريض بحاجة ليعمل شيء تجميلي كامل، فأنا بقول له لا ما لازم تعمل أول شيء، خلينا نحط خطة العلاج ونشوف مين طبيبك اللي بده يشتغل على أساسه، لأنه أحيانا بنعمل تجميل للأسنان هي حلاوة الأسنان أحيانا تبان، أحيانا الشخص بيضحك ما يبانوا أسنان. بعض السيدات بعد ما بيخلصوا تجميل بيعملوا إجراءات للشفة، إجراءات الشفة أوردي بتعطيهم شيء حلو من امتلاء، بس لما بتمتلئ الشفة بتنزل بتتقل، فبتصير ما عاد ترجع بتبان ضحكتها. فالتناغم بين الاختصاصات مختلفة، اليوم موضوع التجميل كتير صار، خليني اللي كتير صار حذر، لأنه أحيانا في وعم تشوفوا أكيد أحيانا للأسف نكون فكرين عم نعمل تجميل بنروح باتجاه بيكون للأسف أقل من الشيء اللي بدنا إياه. طب ماذا تختلف هذه التقنية عن تقنيات الأخرى؟ تختلف بأن احنا اليوم صرنا عم نقدر نرجع نفس السن الطبيعي تماما أو نعمل كوبي لسن تماما طبيعي. كيف يعني بزيادة مواد بالبرد؟ تماما أكيد. هلأ الفكرة نحن كيف بدنا نوصلها؟ هلأ خطة العلاج أحيانا في بعض الأشخاص بيكون بحاجة نعمل خلينا نسميه تلبيس كامل استطباب الطبي، في بعض الحالات نعمل بس فينير أو وجه خزفي، في بعض الحالات بنعمل لومينير أو بعض اللينسز عدسات اللي ما بدها تحضير أبدا، مختلفة هلأ عم نحكي طبيا. بس الحالة النهائية أو الشكل النهائي اليوم لقينا أنه نحن مو بس شكل السن هو المهم، تضاريس الصغيرة اللي موجودة على السن، زوايا اللي موجودة على السن. اليوم لما منشوف الأسنان الأمامية اللي هي خليني أقلك العامل الأساسي بالضحكة تحديدا هدول السنين، كل تفصيلة زاوية معينة ممكن تغير شكل الإنسان 180 درجة. فنحن اليوم كنا من قبل نعتمد على 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 التحاليل البسيطة لحتى نقدر نرجع شكل بيشبه شكل الأسنان الطبيعية، بس اليوم صار عندنا قدرة نرجع نفس السن الطبيعي سواء للمريض مثل ما حكينا أو لمكتبة لأسنان طبيعية أوريدي نحن كنا عاملين له سكان مدخلينه على الكمبيوتر ومنشوف بهذا الشخص ضمن هاي الضحكة شو السن المناسب له، نحن صرنا بنعرف طوله وعرضه وعلى أساسه بنرجع للمكتبة اللي عنا إياها وبنقدر نصمم. يعني أنا ما فهمت يعني شو الفائدة من وجود هذه المكتبة وشو الفائدة من حفظ كل هذه أعطيكي يعني أعطيكي مثال. في المكتبة الرقمية أعطيكي مثال، الفائدة فورا اللي حتلاقيها مباشرة الشخص خلال العمر بيصير فيه اهتراء بالأسنان تبعه، بيصير فيه مشاكل بالأسنان. أنا إذا بهالزمن صفر كنت عندي بالعيادة وعملت سكان لكل أسنانك وسيفتهم كمكتبة رقمية وعطيتك إياها كسيدي، فيك ترجع ترجعهم بعد فترة، بعد سنتين بعد 10 سنين لا سمح الله صار معك أي مشكلة بسنك أنت وتروحي عن طبيب أسنان، كل ما التطور صارت هي موجودة يفترض عند كل الحكمة، وتروحي عن طبيب تعطيه هذا الملف الرقمي بيقدر يرجع لك سنك نفسه، صار عندك حشوة صار عندك كراون بدك تحطي، كل ما في جراثيم بتتم ما بتروح ابدا طول ما بيصير في عنا مشاكل. فبعد 10 سنين يعني بيانات السن اكزاكتلي يعني صار البيانات تبع الشخص محفوظه بملف رقمي، باي لحظه بالزمن بالمستقبل صار اي مشكله لا سمح الله صار بيقدر يرجع سنك نفسه. نعم. طيب دكتور، يعني ما هو دور التقنيات الحديثه والتصوير الثلاثي الابعاد في هذه طبعا هلا صراحه كل شيء طب عم يعني اذا من دين لشيء هو من دين للتطور الرقمي اللي عم يصير بكل المجالات. اليوم مثلا اذا عم نحكي على الزرع، اليوم انا لما بدي اعمل زرعه هي زرعه لازم تكون بالعظم طبعا والعظم يكون سوي، فانا قبل ما احط الزرعه لازم اعمل تصوير ثلاثي ابعاد لحتى اعرف تماما تشريحيا وين في اعصاب، هل انا بقدر احط الزرعه بهذا المستوى. حتى اليوم صار في جراحه كامله مقاده بال 3D، بمعنى انه نحن عم نحط الزرعه وبنفس اللحظه عم يكون في سكانينج للعمل تبعنا، فعم نعرف تماما بانه بوزيشن بنحطه. نرجع لموضوع التجميل بهذا المبدا، نحن عم نعمل دراسه صار فينا نقدر نعمل سيميليشن لارجي المريض تقريبا كيف الضحكه تبعه بدها تكون، ما عاد في مفاجات بالتجميل بيشتغل شغله بكون عارفان تماما بالميل اللي انا وين واصل، وبقدر اعمل بروفا ارجي المريض كيف ممكن يكون الشكل. شكرا لك اختصاصي طب وتجميل الأسنان الدكتور أسامة علوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.